بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم يا أهل الأعزاء الطلاب. إن شاء الله بإذن الله كريم حين كوسو كتجرنا عشر كيني أها أقسام الفعل، وإن شاء الله يتصوري لنا أقسام الفعل قو حين نصو قيبنا إن فعل قيب سمصدح أو أها فعل الماضي، فعل المضارع، فعل الأمر. هذا ما أنت وحنا قادنا دونا أمثلة الأفعال تصال ياشي فعلك، فعلك تصال ياشي سبن ما أنت قادنا دونا عرضي للشرف تلي تصال ياشي فعلك وحكم إذا قتل يقتل أقتل قتل يقتل أقتل وصدح لي فعل مركها قتل وصدح كله الرياء نبركوه كله الرياء قتل وماضي ككوحيقا ومضارع ككوحيقا وأمر استطحاده قطبه وامر سيلا مركو قلوتها مركا قتل وفعل ماضي يقتلنا وفعل مضارع اقتلنا وفعل امر ساسوس كتب مركا معنى ذو حنقصة كقتل وادلي يقتل وادلي ام بودلي دور لبدا وين قلتها اقتل دل قف مركا امر يسال ذو حندل وامر ده ان كتب و اقريوي يكتب وقرية ومطاعي عنك قرية وقري دون هذا إن أكتب أكتب أكتبنا وقر وحن كامل رسال ما يربع أكتب صوف ليس قر عشرك قر طبعا رسال أكتب يا الدرس قر عشرك مركا لبضع في علامة والبسة دحلان كاقا كينا وحكا ساعد دونان إن هذا تكون دور فعل سو قرت مركا واحد هو قيس على ذلك استداخل او قياس قاضي استداخل كلا او قياس قاضي فعلك اياد كسامين كرتا سدح ليس فعلك هل فعلها صفاتا كو كلا نكسامين كرتا مركا هذه الشرالة فعلك وحيابها فعلك المطارح لكو كرتو وينو اركتونا فعلك ماضي وحيابها لكو كرتا وين اركتونا فعلك امرنا وحيابها لكو كرتا وين اركتونا كواسو وينو طبيعي لكن محي ورتو حد كرتا وخ لو يقانو ان فعلك وينات فعل كان كرتا ماركا ما انت هلكاسي نوجو جوغي دونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.